بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المادة لغة الجميلة للصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا لهذا اليوم مدخل الوحدة الثانية، أو عفوا مدخل الوحدة الثالثة، الذي هو بعنوان الوعي القرائي. سنتحدث بإذن الله في هذه الوحدة الثانية التي هي بعنوان الوعي القرائي عن أهمية القراءة وعن فائدة القراءة وأنواع الكتب التي نقرأها. قبل أن نبدأ في هذا الدرس الذي هو بعنوان الوعي القرائي، بإذن الله بعد دراسته يستطيع الطالب بحول الله تعالى أن يتعرف أنواع الكتب وأن يميز الكتب بمعرفة مضمونها، وكذلك يبين فائدة تلك الكتب. قبل أن أبدأ في درسنا هذا، لابد أن نفهم أعزائي الطلاب فائدة القراءة ومضمون القراءة وماذا أقرأ. فقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل عليه الوحي من جبريل عليه السلام مرسل من عند الله عز وجل إلى هذا الرسول الذي أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى النور، كان أول ما قال له اقرأ. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون ما أنا بقارئ، الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال له جبريل اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ثم قال له اقرأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. ثم نزل قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا دليل على أهمية القراءة وأهمية ذلك لدى الشاب المسلم. فالقراءة مهمة جدا ولها فوائد، وأنا ذكرت هذا الموضوع الخاص بقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف أن هنالك جانب شرعي يهتم بالقراءة وزيادة المدروكة وزيادة المعلومات لدى الشخص من خلال هذه القراءة. فلا بد من الشخص أن يكون لديه وعي قرائي ليستطيع بذلك جلب المعلومات وكذلك استحضار ما يشاء من معلومات سبقة وأن قرأها ليستفيد منها ويفيد غيره. فعندما تقرأ كتب وتزيد من القراءة تكون بذلك مفتاح المعرفة لغيرك. فقد تقرأ قصة مثلا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقرأ فيها مثلا عن أنه كانت في فترة خلافته قصة، وفي معركته وحروبه وسيرته تعرفها أنت، وأتى مجالها ولكن لا يعرفها من كان معك. فأنت بهذه المعرفة وهذا الوعي القرائي الذي لديك تستطيع إعطائهم المعلومة. فهذه فائدة القراءة من هذا الجانب. الآن نبدأ في درسنا بإذن الله. استمعوا واستمتع. هذا نص عن القراءة يقول فيه، أو عنوانه أول درس، يقول أول درس للإنسان اقرأ باسم الهادي الذي قلت لكم. المقصود هنا أنه ما حدث بين جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم. أول درس في الإسلام، أول درس للإنسان اقرأ باسم الهادي. أول آيات القرآن كانت اقرأ يا أولادي اقرأ. حين قرأنا نلنا الدنيا، نلنا الأخرى بالإيمان.
وسمونا بمعان عليا، حررنا فكر الإنسان. اقرأ اقرأ أمة اقرأ ليست تقرأ، جهلت صارت خلف الأمم، لكن جيل الحاضر أنشأ، يقرأ يرقى نحو القمم. اقرأ اقرأ. هذا نص جميل عن القراءة، وهو بعنوان أول درس، المقصود به ما حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام. وهنا يقول أمة اقرأ ليست تقرأ، أمة اقرأ يقصد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أول ما نزل من آيات الله عز وجل كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. أقرأ وأتعرف أنواع الكتب. الكتاب صديق حميم لا يمل من مجالستك حتى تمله. والكتاب والكتب أنواع، لكل نوع فائدته واستخدامه. ومن أنواعه، الآن أعزائي الطلاب سنمضي سويا في أنواع، في بعض من أنواع الكتب، وكل يستخدم ما يناسبه من الكتب. فمثلا نقول أنتم يناسبكم من الكتب القصص، لأنكم الآن في مستوى لا يؤهلكم إلى قراءة الكتب الكبيرة التي تحوي المعلومات الغزيرة، لأنكم ما زلتم في بداية المشوار نحو هذه الكتب وهذه المعلومات بإذن الله في المستقبل. أنت تبدأ من الصفر حتى تنطلق بإذن الله في بحور هذه الكتب. ولكن الذي يقرأ مثلا قصة من بدايته يستطيع ويتعود بإذن الله في المستقبل على قراءة تلك الكتب، وهذا من الوعي القرائي. نبدأ بأول نوع من أنواع هذه الكتب، القصة. ويتضح أمامنا في الصورة هذه قصة بعنوان حكايات جدي. القصة وتعريفها كما يقول هي التي تمتع القارئ بأحداثها وتلهب خياله مع أبطالها، تحلق به في أغوار آفاق الفضاء، أو تخترق به مجاهيل الأرض، تعود به إلى الماضي السحيق، أو تقذف به إلى عوالم المستقبل. هذه هي القصة كما يقول هنا، هي تمتع الإنسان وتعود به إلى الماضي، أو تقذفه وتنقل خياله إلى المستقبل. فهذا النوع الأول من أنواع الكتب وهي القصة. وأنا أنصح جميع الطلاب في هذه المرحلة الابتدائية أن يستفيدوا من الكتب، وخاصة النوع الأول منها القصة، فهي مفيدة، مفيدة جدا ومثرية للمعلومات والثقافة لدى قارئها. فمثلا كنت أسأل بعض الطلاب عن بعض المعلومات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأقول لهم مثلا من هو الصحابي الذي يسمى أمين الأمة، ومن هو الصحابي الذي يسمى ترجمان القرآن، ومن هو الصحابي الذي يسمى غسيل الملائكة. أسئلة، وأتفاجأ أن يجيب عليها طالب واحد. فعندما سألته من أين اكتسبت هذه المعلومات وهو في الصف السادس الابتدائي، قال يا أستاذ أنا قرأت قصة بعنوان الصحابة أو رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذت هذه المعلومات. وهي قصة لا تتجاوز 30 صفحة أو 40 صفحة، قرأها واكتسب هذه المعلومات المهمة المفيدة لديه، وتفوق بها على زملائه بتلك المعلومات. النوع الثاني من هذه الكتب المعجم. المعجم هذا وهذه صورة على أحد معاجم اللغوية، وهو الصحاح، معجم الصحاح. ما هو المعجم إذن؟ المعجم هو الذي يفتح للقارئ
مغاليق المعاني ويبسط الكلمات الصعبة. أنت تبحث عن معنى كلمة مثلا لم تجدها، مثلا نقول اسم مثلا لنأخذ مثال مثلا لجين، اسم لجين، ما معنى هذا الاسم؟ أذهب إلى المعجم لأفهم وأدرك هذا المعنى الصعب لدي، لأني لا أعرف معنى لجين، فأفتح هذا المعجم وأبحث عن بطريقة البحث في هذا المعجم بحرف اللام مثلا أبدأ به حتى أصل إلى كلمة لجين، ثم أشاهد معناها. فالمعجم هنا هو الذي يفتح مغاليق المعاني التي مغلقة، المعاني المغلقة لديك لا تفهمها، ويبسط الكلمات الصعبة. الموسوعة، وهذا النوع من الكتب كتاب شامل، كتاب شامل فيه كل شيء، فيه ما يخص الجغرافيا، التاريخ، الحيوانات، اللغة، الرياضيات، موسوعة كاملة. وهذه صورة لأحد الموسوعات، وهي موسوعة الفراشة الميسرة. والموسوعة هي التي تتحف القارئ بأنواع العلوم وأصناف المعارف، فينتقي منها ما يحب وما يشاء وما تتوق نفسه إلى معرفته. إن بغيت جغرافيا هي جغرافيا، خرائط، إن بغيت تاريخ ستجد تاريخ، إن أردت رياضيات ستجد رياضة، إن أردت رياضة ستجد رياضة، كل ما يدور من أنواع العلوم وأصناف المعارف ستجده في هذه الموسوعة. والموسوعة دائما تبدأ كتبها بالموسوعة الشاملة، الموسوعة العلمية، موسوعة كذا، موسوعة هذا معنى الموسوعة. ويطلق على الرجل كثير القراءة والذي لديه معلومات ولديه معرفة في كل أصناف العلوم وأنواع العلوم، يقال له رجل موسوعي. معنى رجل موسوعي أي بمعنى رجل موسوعة، أي لديه إلمام بأغلب العلوم، أغلب العلوم وأصناف المعارف. إن سألته في الدين يجيبك، إن سألته في اللغة يجيبك، إن سألته في الجغرافيا يجيبك. النوع الآخر من أنواع الكتب لدينا هنا ديوان الشعر، وهذه النوعية من الكتب جميلة. ولديكم أيضا ديوان شعر خاص بالمرحلة الابتدائية، يأتي فيه بعض القصائد الجميلة وبعض الأناشيد الجميلة، هذا يسمى ديوان الشعر كالذي استمعنا إليه من قبل أول درس. هذا يأتي في بعض دواوين الشعر، وخاصة ديوان الشاعر أحمد شوقي الذي هو بعنوان شوقيات للمرحلة الابتدائية. ويقول هنا بأن تعريف ديوان الشعر هو كتاب تجمع فيه قصائد شاعر من الشعراء كما قلت لكم مثل أحمد شوقي أو غيره، قد تضحك معها وقد تبكي ولكنها تسحرك بموسيقاها وتثير مشاعرك بأنغامها. هذه هي الأبيات الشعرية، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل نوع من هذه أو مثال على هذا الكتاب. نوع آخر من أنواع الكتب وهو الأطلس. الأطلس هذا خاص بالجغرافيا والخرائط والبحار وغيرها، هذا يسمى الأطلس، وهذا نوع الأطلس الجغرافي للوطن العربي، وهذا أيضا كتاب آخر بعنوان الأطلس الجغرافي. والأطلس يرسم للقارئ خرائط مفصلة لطبيعة الأرض وحدود البلدان وأنهارها وأدغالها وجبالها وصحارها، خاص بجغرافيا الأرض، التضاريس، الجو، طبيعة الأرض، حدود البلدان، مثلا السعودية تحدها من الشمال ماذا، من الجنوب ماذا، من الشرق ماذا، من الغرب ماذا، تجدها في الأطلس. الآن أكتب في المكان المخصص من الصورة نوع الكتاب الذي تنتمي إليه. الآن لدينا صور، وكل صورة سنقول أن هذه الصورة تنتمي مثلا إلى القصة أو تنتمي إلى الأطلس أو تنتمي إلى ديوان الشعر وغيره. الصورة الأولى نلاحظ صورة خريطة المملكة العربية السعودية وحدودها من الشرق وحدودها من الشمال وحدودها من الغرب وحدودها من الجنوب. هذه الصورة تسمى ماذا؟ أي نوع من الكتب تدرج فيه هذه الصورة؟ ماذا؟ نعم، إنه الأطلس.
فهو معني بهذه الخرائط التي تخص الحدود وطبيعة البلدان. نلاحظ هنا الكتب، هنا يتحدث عن مجهر، هنا عن القراءة، هنا يتحدث عن نوع من الكتابة لفاقدي البصر، هنا يتحدث عن شروح، هنا في العلوم، هنا في المكتبة، هنا حيوانات، وهنا في العلوم. هذه النوع، هذا النوع من الكتب يسمى ماذا؟ يسمى الموسوعة، تشمل جميع أصناف المعرفة والعلوم. الصورة الثالثة، هنا بعض الكلمات ومعانيها، بعض الكلمات مثلا الكتاب، هنا معناه، هنا يتضح لدينا كبش، ما هو الكبش وما معنى الكبش، وهنا أيضا بعض المعاني. فهذا ماذا؟ هذا النوع من الكتب يسمى ماذا؟ يسمى، نعم، المعجم، وهو الذي يبسط المعاني. مرض، هنا الصورة، مرض الذئب مرضا شديدا واستلقى في كهفه دون أن يزوره أحد. هذا النوع يسمى ماذا؟ نعم، إنه نوع، النوع المفضل لديكم، إنه القصة. وهنا يقول: في مسجد الحي صليت أوقاتي وتلوت قرآنا وحفظت آياتي، في مسجد الحي أمضي مع الصحب والنور في قلبي، وهداك يا ربي قد ضاء لي دربي، في مسجد الحي، في مسجد الحي ألقاك تلقاني، والعلم يجمعنا ودروس قرآن، في مسجد الحي هيا ننظفه بالماء والعطر، نزرع حديقته من أجمل الزهر، في مسجد الحي. هذا يندرج تحت أي نوع من أنواع الكتب؟ نعم، إنه يندرج تحت ديوان الشعر، ديوان الشعر. هذا أغلب ما لديكم في كتاب لغتي من هذه الأشعار، تكون تحت نوع من أنواع الكتب وهو ديوان الشعر. وجميل هذا الشعر الخاص بمرحلة، المرحلة الابتدائية، وأنا أنصح بكتاب شوقيات، تجدونه في المكتبة المدرسية. خلاصة درسنا لهذا اليوم الذي كان بعنوان الوعي القرائي، أن الكتاب صديق حميم، الكتاب صديق، وكما يقول الشاعر: وخير جليس في الزمان كتابه، من كان صاحبه الكتاب لا يندم، من كان صاحبه الكتاب لا يندم، لأن فيه من الفائدة والمعرفة ما يفيدك في وحدتك وغربتك، لا يمل، لا يمل من مجالستك حتى تمله، هذا صفة في الكتاب، أنت الذي تتركه. والكتاب أنواع كما قلنا لكم، وأعيد أنواع الكتب بشكل سريع: القصة، المعجم، الأطلس، الموسوعة، وديوان الشعر. وديوان الشعر هذه أنواع من أنواع الكتب. كذلك أنصح جميع من يسمعني باقتناء الكتب الخاصة بمستواك وبعقلك، لا تشتري كتب لا تناسب عقلك ولا تناسب مرحلتك، فأنت الآن الكتب التي تناسبك في المقام الأول القصة، ثم بعدها ديوان الشعر الخاص بالمرحلة الابتدائية التي تتعلق بك وبمستواك العقلي، كذلك الموسوعات المبسطة للمرحلة الابتدائية، فهذه الكتب تناسبك وتناسب عقلك وتستفيد منها، كما قلت لكم في قصة الطالب الذي يجيب عن كل سؤال أسأله من خلال قراءته لبعض قصص الصحابة رضي الله عنهم. فالكتاب صديق، لا تتركه، حاول أن تذهب إلى المكتبة المدرسية، استعر كتابا،
استشر أستاذك، قل له أريد أن أستعير كتابا، ماذا تنصحني أن أأخذ؟ سوف يعطيك معلومات عن بعض الكتب التي تناسبك وتناسب مرحلتك. فهل تأخذ كتابا مثلا؟ مثلا لديك أخ في الصف الأول ابتدائي، في الصف الأول ابتدائي، فهو عنده كتاب يناسب مرحلة هذا الطالب، فهل تأخذ كتاب الصف الأول أو قصة طالب في الصف الأول وتقرأها وأنت طالب في الصف السادس؟ لا، لأنه كتاب لا يناسبك. وهل هذا الطالب الذي في الصف الأول يستطيع قراءة كتاب في الصف السادس؟ طبعا لا، لأن لكل طالب مستوى في التفكير، ولكل مرحلة كتاب يناسبها. فالمرحلة الابتدائية لديها كتب تناسبها، المرحلة المتوسطة لديها كتب تناسبها، المرحلة الثانوية لديها كتب. ثم إذا تقدمت في العمر واكتسبت المعرفة والثقافة من خلال الثقافة، تستطيع قراءة ما تشاء من هذه الكتب. هذا ما تيسر لي شرحه وبيانه في هذه الوحدة الثانية التي كانت بعنوان، الوحدة الثالثة التي كانت بعنوان الوعي الغرائي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.